تحية طيبة مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في متابعة لنفس البلاتو. منذ هذا الصباح كنا معكم في تغطية إعلامية للعملية الإرهابية والعمليتين اللي صارت اليوم في شارع الحبيب بورقيبة، حتى نحكي أكثر تفاصيل على كل تفاصيل هذه العملية، ردود الأفعال الأولية، كل ما عنده علاقة بالعملية. يحضروا معنا ضيوف أيضا، سي باسل ترجمان إعلامي محل سياسي، مرحبا بك. مرحبا بك. معز عطية رئيس جمعية كلنا تونس، مرحبا بك. وشيماء عيسى صحفية، مازلت معنا شيماء، مرحبا بك مرة أخرى. نحكيو أكثر التفاصيل على العملية، لكن قبل هذا نحب نذكركم طبعا أنه الحالة مستقرة تقريبا لثمانية مصابين استقبلهم مستشفى شار نيكول حسب المديرة العامة للمستشفى من أمنيين ومدنيين، كما فما أربع زيادة أمنيين اللي ضربوا أمام إدارة الشرطة العدلية بالجورجاني. إن شاء الله نتمنوا لهم الشفاء العاجل ونترحموا على شهيد الوطن وشهيد المؤسسة الأمنية اللي توفى اليوم في العملية في شارع الحبيب بورقيبة. مبدئيا كيفاش تابعتوا العملية باسل ومعز؟ إنه حكينا شوية مع شيماء، لكن نحب نرجع معكم، كيفاش تابعتوا العملية منذ هذا الصباح؟ ردود أفعال الناس، العملية في حد ذاتها وتوقيتها اليوم كيفاش نظرتوا له من جانب كمحلل سياسي باسل؟ يعني في البداية أنه مباشرة بعد العمل، يعني كان الخبر مفاجئ أنه الناس الكل بدأت تتوارد على الفيسبوك، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، ما الذي يجري في شارع بورقيبة. تبين في البداية أنه فما عملية تفجير اللي صارت في مدخل شار نيكول، شار ديغول، يعني السوق الرئيسي، أحد الأسواق الرئيسية اللي فيها برشا حوانت وبرشا ناس. مباشرة بدأت تتوارد القضايا والخواطر. أهم حاجة جات في بالنا أنه هي توارد الزمن، أنه 27 جوان 2019، 26 جوان 2015، أربع سنوات من العملية الإرهابية في سوسة اللي استهدفت أحد النزل وأدت لمقتل عشرات السياح الأجانب رحمة الله عليهم، وما سببت به تلك الجريمة الإرهابية من خسائر لتونس على كل المستويات، واليوم بعد أربع سنوات. وبالتالي أنا بحكم فهمي لكيف تفكر وآليات عمل للجماعات الإرهابية، هم يختارهم دائما، عندهم اختيارات معينة في التواريخ. يعني احنا دائما نراوهم في رمضان يحاولوا يرتكبوا مجازر، على خاطر بالنسبة لهم غزوة بدر وكل هذه، يعتبروا أنفسهم أنهم هم يغزون الكفار، احنا كفار بالنسبة لهم. وبالتالي جاءت العملية اليوم كرسالة من نفس التنظيم اللي نفذ عملية 2015 بنفس الآليات، أنه نحن نريد مرة أخرى ضرب السياحة في تونس. اليوم الحمد لله فما حاجة، رغم خطر أنا ضد الفهم السلبي بالمطلق والإيجابي بالمطلق، هذا كارثي دائما في التفكير. نعم، أنه هم كان نجحوا أنهم يصلوا إلى عمق المناطق السياحية لما نفذوها في شارع بورقيبة، وبالتالي عجز الجماعات الإرهابية عن اختراق المناطق السياحية، دليل أن هنالك خطط أمنية. معناه بس ربط المسألة تحديدا، معناه بالمسألة اللي عندها علاقة بالموسم السياحي، وإحنا البارح هو افتتاح أيام قرطاج السياحية بشارع الحبيب بورقيبة. نعم نعم، ولو نجحوا البارح وتأكدي أنهم لو نجحوا البارح أنهم يعملوا العملية كانوا نجحوا، لكن كانت الإجراءات الأمنية عالية وبالتالي كانوا عاجزين. عجزهم عن الوصول للمناطق السياحية، عجزهم البارح دفعهم لتنفيذ العملية الجبانة اليوم الصباح. شنو تعكس العملية؟ أولا ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى أنه الجماعات الإرهابية ما زالت موجودة وتستغل كل فرصة متاحة لتنفيذ عمليات إرهابية. ثانيا أن قدرة الإرهابيين، وبالمناسبة العبوة اللي تم تفجيرها بالإرهابيين الزوزية عبوة محلية الصنع، ليست مستوردة، يعني عبارة عن أحزمة ناسفة محلية الصنع، لم يستطع الإرهاب إلى هذه اللحظة إنتاج عبوات أو أحزمة ناسفة بقدرات تفجيرية عالية، وبالتالي هذا يعكس أنهم لم يصلوا إلى مرحلة اللي كانوا يعملوها في سوريا والعراق وليبيا وغيرها، والحمد لله يا رب. نحكي على تفاعل كبير اللي صار اليوم بين مؤسسات الدولة، المواطن، الناس اللي تفاعلت مع الخبر هذايا، ومنها الاجتماع الطارئ اللي صار بمقر البرلمان على إثر التفجيرات. حاضر معنا سي مصب بن أحمد عبر الهاتف، رئيس كتلة الائتلاف
الوطني حتى ناخذوا اكثر تفاصيل شنو اللي صار اليوم في الاجتماع الطارئ واخر المستجدات. مرحبا بك سي مصطفى. اهلا مرحبا بك، تحيه لك، تحيه لمستمعيكم. اكيد نحكي اليوم على الاجتماع الطارئ بمجلس نواب الشعب اثر العمليه الارهابيه اثر التفجير. الاجتماع هذا شنو اللي كان فيه تقريبا ومازال متواصل الاجتماع وفما معناها ما باش قدموه للناس اللي تتبع فيكم واللي يتفرج في التلفزيون ان شاء الله؟ لا، هو الاجتماع ترفعت منذ اكثر من ساعه في وقعت دعوه الاجتماع بصفه طارئه، و وتعرفوا ايضا ان كان سيد رئيس المجلس في حاله طوارئ وقاعد دعوته مشكور لبى الدعوه. لبى الدعوه، انا قدمنا اجتماع وتم التداول في المستجدات اللي وقعت في البلاد، الاحداث الارهابيه، وثم طلب من بعض الزملاء من بعض تعاقد اجتماع طارئ للتداول حول المسائل هذه. لكن في الحقيقة كان ثم اتفاق على إدامة العملية وإصدار بيان بمجلس قضاء أحد الطلبات، فإن مسألة عقد اجتماع جلسة عامة طارئ تبني الروه اللي هو أمر مستعجل نوعا ما في كلتا المسألتين. في المسألة الأولى هو أنه ما زلنا بعض المعطيات المهمة هي غايبة علينا، وهي إماطة اللسان عن هوية الشخصين اللذان قاما بالعمليتين. والمسألة الثانية الجهات اللي قامت بهذا العمل، المعطيات هذه يلزم نعطي شوية وقت للأمن لمتنة اللسان أكثر لنعرف معناها خلفية هذين العمليتين. ثم استعجال أكثر من طرف الزملاء في تناول مسألة صحة سيد رئيس الجمهورية. هذا هو سي مصطفى، لأنه الاجتماع كان على إثر الانفجارين للتوضيح للناس اللي تبع فينا هكوالي. هذا هو، لكن في الحقيقة ما أنا أكثر منه قاعد تركيز حول معنى القراءات القانونية في حالة الشغور الوقتي والشغور الدائم في المسألة هذه. رينا ايضا انه الامر هذا نوعا ما معناه فيه استعجال كثير لان اولا ما نجموش نبنيو موقف على اشاعات غير معناها رسميه وغير مؤكده، انا جات رسميا نستقيم منها الاخبار، معناها ثم اخبار رجل حول وفاه السيد رئيس الجمهوريه وبعد ظهرت هذه الاخبار معناها غير صحيحه، وانه وظائف صحة على حسب ما وقعت تداوله معناها من الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أو من بعض الجهات على أن وظائفه معناها ما زالت مستقرة. إذا هذا الأمر معناها سابق كثيرا الأوان، وخاصة احنا ماذا بينا أنه نتجه في اتجاه طمأنة الرأي العام في وما وعدم إرباك الوضع أكثر فأكثر، معناها بجدل ربما هذا هو سي مصطفى. يعني ما فماش جلسة عامة استثنائية على آخر الاجتماع، فالمسألة استعجالية حسب ما قلت. المبدأ غير مرفوض، لكن المبدأ مرفوض من المبدأية، مش نجمو نعملو جلسة عامة، أما احنا نراو أن نطيفوا شوية أكثر كي توضح الصورة كما قلت في المسألتين، وايضا ما نحاولوش الامر معناها اليوم اللي احنا حشنا حشة الصف الوطني فهمني وراء الدوله وراء مؤسسات الدوله فهمني باش نتصداو للارهاب، وايضا باش نقدموا صوره سواء للشعب التونسي او صوره ايضا للراي العام الدولي معناها حول صلابه ومتانه وحده الصف التونسي. فهمني ما نراوش موجب باش نفتحوا جدل أنا قائم على نوع من الضبابية، فهمني؟ أنا نسمع في الخيانة حماسهم الحقيقة في غير محله، أنا بالطبيعة كل حادث حديث، لكن الأمور تتم على أسس واضحة وصيحة وفي تحت
انا غطاء القانون وغطاء الدستور. هذا هو سي موسى بن احمد رئيس كتله الائتلاف الوطني، مشكوره. كان عندكم سؤال سي موسى مازال معنا على الهاتف، هذا هو تقريبا اعطى توضيحات في علاقه بالاجتماع الطارئ اللي صار بمجلس نواب الشعب. والمهم انه وضح الخلطه دي اللي حاولت بعض الاطراف. هذا هو بس اللي نحن نحكيو فيه، استعجال تاويل الاحداث، لانه تنقل رئيس مجلس نواب الشعب بطلب من عدد كبير من النواب الى اجتماع طارئ قبه مجلس النواب، فهذا عادي في عمليه ارهابيه، مش عمليتين ارهابيه، فتنقل مخطط ارهابي، خلينا نسميه الاشياء بسمها. وممكن ربط الناس ربط الناس بهذه المسائل الذي مع الوعكه الصحيه رئيس الجمهوريه، نتمنى له الشفاء طبعا. ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل. زميلتي بربي اسمحي لي ويسمحوا لي للزملاء على حاجه انا اقلقتني اليوم برشا، هي اولا انه التداول الغير مبرر والذي لا معنى له لقضية وفاة سيد رئيس الجمهورية. أنا هبطتها يعني آخر حاجة، يمكن وصلوني 500 مساج، خاطر كأني أنا ملك الموت، يعني كأني أنا اللي عندي المعلومة. مات، شنو اللي صار، زعمة مات وإلى آخره. أنا نتصور أنه علينا أن نثق في دولة ديمقراطية عمادها المؤسسات، دولة اللي الشعب التونسي يجب أن يثق بوسائل إعلامها، من العار أن يكون هنالك بث للإشاعة. نتفكروا نحن أنه الناس اللي ساعات في تونس لبث الإشاعات هي اللي حققت الفوضى 2011 و2012. الحمد لله هذا الآن أصبح غير ممكن. شعب نعم بوعي إن شاء الله الصحفيين والعالمين اليوم أعطيك حاجة. اليوم كانت ثم محاولة، وأنا لا أسميها بريئة، أنا ما نحبش خاطر المحاولة البريئة، أنه واحد منا يغلط، سبحان الله في النهاية نحن إلا بشر. مش واحد، هما أكثر من واحد. أما مئات مئات فجأة ويتداول الأخبار وسياسيين. مش نرجع معز وشيماء، استنوني شوية لأنه حبيت نوريكم ووري السادة المشاهدين صور الاجتماع هذه تشوفوها معنا مع رئيس مجلس نواب الشعب سي محمد بن ناصر. ثلاث عمليات متزامنة، جيش المكلف بحماية سيارة الشرطة التركية أهداف، وأنه الإرهابيين ما زالوا نفس الدولة. أنا أدعو أنه الجلسة نسخت اليوم وكل شهداء أمن الجيش تعبر فيها على الوقف الأسبوع في التونسيين، ستواصل مسيرتها إن شاء الله الفرحة في مستشفيات معينة. طبعا هذا هو صور مجلس نواب شعب. الاجتماع هذا عنده تقريبا منذ ساعة تم معناها غلق، إذا كان نجم نقول الاجتماع، على أنه الجلسة استعجالية مازال وقتها، طرح المواضيع المهمة كما كنت تتابعوا مع سي مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني، أنه المواضيع اللي طرحت هي وضع البلاد توا، زود العمليات الإرهابية، في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، الجانب القانوني أو غيره. لكن اجتماع كان قال يمكن بعد حماسة بعض النواب، لكن التوقيت مش وقته، لأنه المسألة ما زالت ولازم التريف في تناول مثل الأخبار هذه. بعد شوية تكون معنا سيدة سعيدة جراش حتى ناخذه معنا. سيدة سعيدة جراش مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم وبكل مشاهديكم ومشاهدين. أكيد احنا من اللي نتابعوا في الأخبار ومنذ هذا الصباح نحترم مؤسسة رئاسة الجمهورية، الإعلام العمومي وكل ما واقف اليوم لتصدي مثل هذه الإشاعات اللي تتحدث عن وفاة رئيس الجمهورية. إلى حد هذه اللحظة المسائل اليوم ارتبطت بالعملية الإرهابية، وكأنه معناها لازمنا اليوم نقف ونحترمه المؤسسات الرسميه. وانت وضحت اكثر من مره سيده سعيده ونفيت الخبر هكا ولا وهو كذلك لا صح الخبر طبعا. انا بالمناسبه حبيت نحيي حراسيه الاعلاميين والاعلاميات التونسيين والتونسيات في مختلف المؤسسات اللي معناها تمكنت من نجاوبهم، لانه كان ضغط كبير وربما البعض من التقنيين ما نجمش نجاوبهم. هذه الحرفية وهذه اللحظة الوطنية، عندكم برشا وطنية لأنكم تتعاملوا مع مصدر المعلومة، وأنه فعلا الأخبار اللي راجت من بعض وسائل الإعلام ما تحترمش نفسها وما تحترمش مهمتها، ونقول أكثر حتى من ذلك فيه نوع من تهديد استقرار البلاد وأمنها القومي، لأنه بس إشاعة من نوع هذاك قبل التثبت وقبل احنا مفتوحين هكا مترافيا نجاوب في الناس الكل، معناها خرجنا البلاغ الأول، خرجنا البلاغ الثاني بعد ساعة لما صار تحسن. وطبعا سنوافي المرة هذه اخترنا أن نتعاملوا بالبلاغات بشكل رسمي، لأن المرة اللي فاتت كانت بالنسبة لنا
معناها مثلا كما اي انسان، لكن قلنا برا المره هذه نعلم وسائل الاعلام والراي العام بكل التفاصيل. طبعا السيد رئيس الجمهوريه حالته في استقرار، كان بطلب منه التوجه الى المستشفى العسكري وهو مؤسسه صحيه عموميه، طب توانسه بيطار تونسي عمومي، ما مشاش الى مساحه خاصه، ما مشاش الى بلد اجنبي وخذ الطياره. هذا دليل على الثقه في اطاراتنا وامكانياتنا، ودليل ايضا على الشفافيه في التعاطي مع الحاله الصحيه للسيد رئيس الجمهوريه. لا يخشى شعبه ولا يخشى بلده، ونحن هنا في خدمتكم وخدمه الشعب التونسي، ونمدوكم اول باول كل ما يصير تطور في الوضع الصحي. ما اؤكد عليه انه تلقى العلاج اللازم. طبعا تعرفوا كما اي شخص يمرض ويمشي للسبيطار او كلينيك ولا اللي هو، طبعا هناك فحوصات تتعمل له، وقع التثبت من العديد من الاشياء، عادي يعني كاي انسان ينجم يتعب، ينجم يصير له تتعكر صحته شويه، ينجم يمشي يحضر العلاج، وان شاء الله ربي يحمي بلادنا، وان شاء الله في يكون الخروج الاعلامي جاي للحديث عن تماثل الشفاء وعودته لممارسه مهامه. شكرا لك سيدة سعيدة جراش. معناها تقريبا نفي الخبر كل ساعة، ونعود نذكروا بنفي الخبر هذه حتى تهدى شوية هالنفوس هذه اللي تبحث منذ صباح عن إثارة البلبلة. الحرب النفسية للمواطن التونسي اليوم بعد زوز العمليات الانفجارية اللي صارت، ديدهم مثل الإشاعة هذه، فنفسية المواطن ممكن تتزعزع تجاه بلاده تجاه حياته اليومية وغيرها. هكا ولا صحيح اليوم حقيقة معناتها التوانسة كل عاشوا على وقع زوز أخبار مهمة، اللي هي العمليتين الإرهابيتين اللي صاروا، والحالة الصحية لسيد رئيس الجمهورية. وفي التوقيت هذا بالذات حاجة اللي قلقت التوانسة. لكن مش نذكر بالكلام اللي قالته سيدة سعيدة جراج وأهمية المسألة الاتصالية. معناتها اليوم ما نجموش نلومو على مواطن سمع أخبار كتبوا على وسائل الاتصال الاجتماعي، لكن الخبر كيجي من إعلاميين والناس عندها ثقة فيهم، وإلا من سياسيين والناس تعرفوهم، يعرفوا السياسيين هذيما مقربين معناتها من الأحزاب الحاكمة ومن السلطة الحاكمة، هذا من شأنه يحدث بلبلة ويحدث خطر، حتى خطر كبير على الدولة وعلى مؤسسات. هو إن فما انخراط لبعدد من الصحفيين والإعلاميين والسياسيين سامحني، خاصة من الإعلام الأجنبي، هو أول ما جاي في قناة معناتها عربية أخرى، عربية أخرى، مش الإعلام التونسي هو اللي أعطاها معناتها. صحيح، لكن حتى سياسيين اللي تبنوا الخبر وما استقصاوش في الخبر ونزلوه بطريقة هكاك معناتها من غير ما يثبتوا فيها. اليوم راهو المهم أن تونسي يعرف الحالة الصحية متاع سيد رئيس الجمهورية، لكن خلينا نحكيه من غير جواندوات كما نقوله. معناتها اليوم نحكيه على دولة تونس ونحكيه على رئيس جمهورية تونس، واللي عنده حتى خاطر قريت حتى بعض التعليق اللي أقل ما يقال عنها أنها ما فيها حتى أقل أدنى من الحياة، ما تستاهلش الذكر. معناتها راهو اليوم ما احناش نحكيه في سياسة، اللي عنده حسابات سياسية مع سيد رئيس الجمهورية ولا غيره مش وقته باش يصفيها. اليوم ثم مسألة إنسانية قبل كل شيء، وثم مسألة متاع دولة تونسية، مسألة وطنية غير مطروح. وسيد بجل قايد سيبسي اليوم يمثل رئيس الجمهورية التونسية. وحاجة أخرى، خاطر بدينا نقراو على الفراغ في التشريعات والفراغ في الدستور والقانون، لكن هو النقاش مطروح معز. لا نقاش مطروح، نقاش ممكن أن يطرح الآن، ممكن نناقشوه وممكن نطرحوه، لكن نحب الطمن التواسع. المسألة القانونية صحيحة وبالاتصال بعديد من الخبراء في القانون الدستوري قبل ما ندخل، لكن ما زال لحد الآن النقاشات لم تفتح إعلاميا، فقط هي كانت نقاشات على شبكات التواصل الاجتماعي ما بين الناس. لكن نطمنوا الناس، راهو في القانون وخاصة في الدستور ما ثماش فراغ، والقوانين الدستورية لا تقبل فراغ، والدولة ديما موجودة في كل الحالات وفي كل الفرضيات، والحلول الدستورية القانونية التي تحترم الدستور والتي تحترم دولة القانون والمؤسسات هي باش تكون موجودة.
وما نمشيوش لتاريخ تونس القديم، معناتها نمشيو اليوم 13 جانفي و 14 جانفي 2011 وين ما عادش ثم نظام، ما عادش ثم حكومه، ما عادش ثم مجلس نواب، والدوله التونسيه ما انهارتش، والاداره التونسيه خدمت على روحها، مؤسسات الدوله قاعده قائمه الذات. هذا شيء لازم نقولوه وشيء لازم نذكروه باش ما ندخلوش في حاله من الهلع وحاله من البلبله وتكثر فيها الاشاعات وتكثر فيها الاخبار الزائفه. وان شاء الله نتمناو الشفاء لسياده رئيس الجمهوريه. اكيد شيماء، معني بما انك صحفيه شيماء، اليوم هل بعد انخراط بعض الصحفيين في نشر مثل هذه الاخبار، هل هو هناك خلط بين السبق الصحفي والبوز او ما يعرف بالبوز؟ فما ناس تجي يقول لك انا عندي الاخبار لكن ثبت من مصادرك، هل تعتبر نفسك جبت سبق صحفي؟ هذا لا يعتبر سبق صحفي. هو الحقيقة معناتها اللي تبعته انا اولا في العملية الارهابية معناتها اللي صارت في الجورجاني، او في التعامل مع خبر الزائف والإشاعة الموت الرئيس، انه بالفعل الصحفيين التونسيين تأنوا. انا الحقيقة ما شفتش صحفي تونسي على وسيلة اعلام تونسية نشر خبر زائف، وبالرغم الحيرة نتاعهم، بالرغم انهم يحبوا يعرفوا شنو اللي صار وكل شيء، ولكن كان فما حرفية عالية في التعامل مع الموضوع هذايا. الحرفية هذه كانت مفقودة، والإنسانية خاصة كانت مفقودة من قبل وسائل الإعلام الأجنبية اللي اليوم جيشت على تونس في أنه بانيك توتال، سي لا كريز، عملية بعض المقالات شفت عنوان بعض أكبر عملية في سفر اللي هي معناها تشوف العنوان فقط، نحبوا نقلوا حتى المكان نتاع العملية من شارع شارل دوغول ونجدوه ونقربوه إلى سفارة فرنسا ووزارة الداخلية. يعني هذا التهويل والتخويف، أولا تونس ما يخافوش لأنه توا كيف تهبط للافونيو تلقى الناس كلها في القهاوي والحياة عادية، حتى مرفق عمومي موقف، حتى مؤسسة معناتها ما وقفت، حتى الحوانة شارل دوغول تخدم، والناس اللي يمشيوا للبوسطه اللي يمشي يقضي في قضيته الطلبه وغيره غير غيره. يعني تونس ماهيش باش تبع، يعني كان الناس تحب تعمل ملف تبيع، ما تبيعش بتونس، تونس عندها صحافتها المتانيه اللي تبارك الله معناتها من الثوره وتوا صحيح بالتراكم وبالشغل وبالتدريب اللي يقوموا به وغيره اكتسبوا معناتها حرفيه عاليه. شيماء سامحني، معناتها هو حتى سباس البحذانه، وانا تبعت حتى البلاتوات اللي صاروا على الوطنيه وفي الاذاعات الكل، مانيش خبير امني ولا خبير في العمليه الارهابيه، لكن اجتمع كل الخبراء واراء الخبراء انها عمليه فاشله. العمليه طبعاً. العمليه هذه ما تستحقش خبير، كما قال يعني كما قال سباس، معناتها المكان مهم، معناتها لازمنا نكونوا على اهبه وعلى حيطه امنيه، خاصه في الفتره هذه، واحنا على ابواب موسم سياحي معناتها ينبأ بكل النجاح بالنسبه لتونس، على ابواب انتخابات رئاسيه وتشريعيه، والناس هذه تحب تضرب الانتقال الديمقراطي، وبالنسبه لها تونس ما تنجحش في التجربه الديمقراطيه نتاعها. لكن رينا اليوم بالكاشف ان المؤسسه الامنيه متاهبه، الناس هذه حابه تتوغل في العمق، وهذا هو تاكيدا لكلامك معز عطيه، الكاس المليان معز عطيه، تاكيدا لكلامك احنا باش نشوفه في الحوصله هذه مع زميلنا كريم لطيفي في حوصله على النجاحات الامنيه والعمليات الاستباقيه اللي قاموا بها الامن، وتحيه مره اخرى للقوات الامنيه والعسكريه. شوفوا تقي ورجاي تونس العصية على الإرهاب تقف اليوم ثابتة أمام أعداء السلام ونورا ساطعا يرهب خفافيش الظلام، فالحرب سجال ودائرة الفناء تتقلص يوما بعد يوم على المجموعات الإرهابية المتربصة بنا، وذلك بفض عمليات استباقية عديدة أمنتها بنجاح الوحدات المختصة بوزارة الداخلية وبوزارة الدفاع الوطني، اللتان نجحتا في توجيه ضربات قاسمة للخلايا الإرهابية التي كانت تمثل خطرا على الوطن. فأحدث العمليات الاستباقية النوعية أشرفت عليها النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة بالجرجاني، بالتنسيق مع وحدات إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس بالإدارة العامة للأمن العمومي، من إحباط مخطط في مراحله النهائية للسطو على أحد البنوك الكائنة بتونس العاصمة خططت له الخلية التكفيرية بضواحي العاصمة في إطار ما يسمى بالاحتطاب وتمويل المخططات الإرهابية. وتم في نفس الإطار إيقاف 4 عناصر ضمن الخلية المذكورة وحجز عدد من الأسلحة البيضاء كبيرة الحجم تم صنعها للغرض. كما تمكنت الوحدات المختصة بالحرس الوطني في شهر مارس من القضاء على العنصر الإرهابي حسام ثليثي أمير ما يسمى بكتيبة جند الخلافة بتونس،
وهو من بين العناصر التي تم القضاء عليها في العملية الأمنية الاستباقية التي قامت بها وحدات من الحرس الوطني في جبل السلوم من ولاية القصرين. كما تم القضاء كذلك على الإرهابيين محمد الناصر المباركي المكنى أبو سليمان ومنذر الغرسلي المكنى أبو محمد، وتورطت هذه العناصر في مجموعة من العمليات الاحتطاب التي استهدفت بنكين في ولاية القصرين وفي قتل الشهداء سعيد الغزلاني وشقيقه خالد الغزلاني والشقيقين مبروك وخليفة السلطاني وشهيد جبل مغيلة محمد الأخضر المخلوفي. كما كانوا من بين المجموعة الإرهابية التي استهدفت ترتلين للجيش الوطني خلال سنة 2015. وفي شهر ماي تمكنت وزارة الداخلية من القضاء على 3 إرهابيين بمدينة سيد علي بن عون بسيد بوزيد، ويصنف هؤلاء العناصر 3 ضمن أخطر العناصر الإرهابية التابعة لما يسمى بكتيبة جند الخلافة الموالية لتنظيم داعش الإرهابي. وفي جانفي 2019 تمكنت وزارة الداخلية من خلال العملية الاستباقية في ولاية سيد بوزيد من القضاء على العنصرين الإرهابيين خطيرين ينضويان تحت ما يسمى بكتيبة التوحيد والجهاد المنشقة عن ما يسمى بجند الخلافة، والتي تمت الإطاحة بأغلب عناصرها في سيد بوزيد يوم 5 ديسمبر 2018، علما وأن هذه المجموعة كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية استعراضية واستهداف دوريات ومقرات أمنية. هذا جزء من عمليات استباقية عديدة ومتوالية تنبئنا بيقظة قواتنا الأمنية والعسكرية بدأت قبل العمليات الإرهابية وستتواصل بعدها، ولكن الأهم اليوم أن تونس لا تقف على حزن أو على خوف، إنما تمر إلى مرحلة الاستباق حرب، وإن كنا ننتصر فيها ببطء فإن النصر قريب. طالع للجبل العالي، طالع للصاد الجدان، طالع للصاد الجدان اللي قدر الشهيد الغالي، طالع وكفني على التافين صور في نجمة وهلالك هنا رضابك ما تخافي يا تونس عندي كرجان، طالع وكفني على التافين صور في نجمة وهلالك هنا رضابك ما تخافي. تهنى على ترابك يا تونس عندك رجال، محليهم الكلمات عندك نساء ورجال، هذا حيوز كل النساء اللي في جهاز الأمن اللي جزء منهم هم في الوحدة في الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب يقوموا بنفس الدور اللي يقوموا فيه رجال الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب. أنا نحب نقول حاجة اليوم، يعني أنه فما حاجة تشرف في البلاد هذية، أنه بعد ما تنفذت العملية الإرهابية تلمت الناس وأنجدت النشيد الوطني بطريقة عفوية، كنا شفنا تساوي كل طريقة عفوية لابد كان في لابنه كل كانوا يحوصوا جاءوا الأمن يقول لهم ابعدوا رانا نحن باش نموت وباش نحميوكم وهم وراهم. راهي فما 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 أنا نسميها المعجزة العاطفية التونسية. التونسي يحب بلاد سيباس اللي رينه في بنقردان بنقردان ما نساوش بنقردان يجري رصاص رصاص هو على يمينها هو على يمينها اللحمة اللي تلقاها عندها طابع تونسي، يعني قد ما نتغشوا على وضعنا الاقتصادي على مشاكلنا لكن في اللحظة كما هذه ما نفرقوش. مرة أخرى أن الشعب هو المعلم الأكبر، أنه تعلموا من الشعب هذيل، تعلموا. أنا ننصح الطبقة السياسية تعلموا، خذوا درس اليوم من البسطاء الناس اللي ماشي الله أعلم هابط يقضي في قضية في سنتر فيل، هابط يحوص وليدات صغيرات كملوا المكتب فرحانين، خاطر تعرف نحن تونس صغيرة، يعني حتى اللي مش يطلع الحلق الواد مش عدى بشارع بورقيبة، كل شيء عنا يتعدى من وسط البلاد كما يقول. وبالتالي هذه الحكاية الحلوة اللي صارت إنه هذي الشعب هو ما هزتوش واحد فجر روحه، لا ما هزهمش، رجعوا وقفوا ويهدفوا ضد الإرهاب، هذيك القوة. أنا نقول نحط رواحنا في بلاصة الأمني، الأمني هذايا كان رأى الناس هربت إيه وانفضت وذعر، وحتى هو في نفسيته يتهز. في نفسيته يتهز الناس هذية دعم ذيك الدعم النفسي شحنة طبعا. أنا صدقتني استشهد زميلهم رحمة الله عليه شهيد من شهداء تونس مجمع زمالي انت رحمة عليه ونعزيه وعائلته ونعزيه زملائه وأهله في مؤسسة الأمن، خاطر هم أخواته هذوكم اللي خسروه. ولكن نشوفوا أنه الناس وقت ليرات الإرهاب يضرب ما هربتش. هم شنو الإرهاب شنو الهدف بتاعه بسيط يعني هو يخلق الهلع والخوف عند الناس. إذا نجح في زراعة الهلع والخوف كما عملوا في ليبيا كما عملوا في سوريا كما عملوا في العراق
كما عملوا في اليمن. هذا يلقاو الارضيه باش يكونوا يلقاو الارضيه. هوني في تونس ما نجموش يلقاو الارضيه. بس دلاله اخرى ممكن ما حكيناش عليها، انه استهداف دوريه للشرطه البلديه هذايا ضعف اخر للعمليه، لانه يعرفوا ضعف التجهيزات لدى الجهاز هذايا، لانه ما استهدفوش معناتها جهاز. لكن هما زاد حاملين السلاح. أمني 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 مش بالطريقه اللي السلاح اللي عند عون امن في الامن العمومي والا في الحرس الوطني. شوف انا باش نفسر لك حاجه في عقليه الارهابي. ان يعني ان يصل شخص يفجر نفسه، فهو انسان اولا ضعيف، غير انه ضعيف، هو انسان يعني ممسوح الكيانيه، ليس له كيانيه، يعني لا يوجد انسان، كلنا نعرفه. هو تم السيطره وتم غسيل الدماغ نتاعه، وكلهم تم تمريرهم باعتراف من تم ايقافه قبل تفجير نفسه، انه كلهم تم تمريرهم بتعاطي المخدرات والمخدرات حبوب الهلوسه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه هذايا الانسان هذايا يعني اللي فجر نفسه لو هو مشى على امل قد ما يقتل اكثر. يعني انا باش نعطي حاجه، انه مثلا الارهابيه منى قبلة وقت اللي كانت تتراسل هو واللي خطبها وقالها باش نعرسه في الجنه وبعث لها قلب في وسط قنبله، طلبت منه انه يعدلها العبوه الناسفه بحيث ما يلقوش من جسدها شيء، مش تحبش تتدفن، انه تتناثر بحيث ما تتدفنش باش تطلع طول للجنه. في اعتقادهم في اعتقادهم طبعا، على خاطر هم ما يعرفوش وما قتل نفسا بغير حق كنا ما قتل الناس جميعا. سرديه لحمه التوانسه اللي كنت تحكي فيها خير من سرديه الارهابيه. ألف مليون ألف مليون مره. يعني هم لو نحكيو اكثر يعني على المواطن التونسي كيف ما كنت تقول حاجه تخي بوزيتيف، يلزمنا نوريو انه هذوما ناس معزولين اكيد، لا قيمه لهم. ولكن اليوم نحن امام معضله اساسيه ان نتصورها في تونس، يجب ان نتصدى لها بشجاعه. المعضله هذه هي خارج حدود تونس. نحن عندنا مده نتابعوا على مستوى ما يجري في الشقيقه ليبيا بعوده مئات الارهابيين. روسيا اليوم، واتحدث عن تقارير اعلاميه، تحدثت عن انتقال ابو بكر البغدادي الى ليبيا، وبالتالي هذا اليوم، وخاصة الصور اللي خرجت في مدينة طرابلس عن وجود إرهابيين كانوا موجودين في سوريا والعراق، ثم انتقلوا سواء من تنظيم القاعدة أو داعش أو أنصار الشريعة، عادوا إلى ليبيا. وبالتالي هذا سيفتح الباب أمام إمكانيات التواصل مع الخلايا النائمة اللي موجودة اليوم. هذه الحاجة الأولى. وهذا يا سي باسل سامحني أنقص عليك، هذا يطرح التعامل نتاعنا مع الظاهرة الإرهابية في تونس من 2012 لليوم. معناتها ما نحبوش اليوم مثال، معناتها ثم حاجات إيجابية لكن لازم نغزروا لرواحنا في المراية. جات عديد من الفرص أن نعملوا نقد ذاتي للتعامل مع نتاعنا كدولة كمواطنين ككل مع الظاهرة الإرهابية ذي، وهذا ما حصلش. ثم مؤشرات كيفاش معزمة ثم مؤشرات ثم مؤشرات ما لازمش نساوها. فقط خليني نسأل، معناها كي نقولوا ما حصلش هكا في المطلق فالمسألة لازمها تتحدد. لأنه العمليات الإسبقية والعمليات الأمنية، الوضع الأمني بصفة عامة قاعد يتحسن بطريقة كبيرة جدا، فلا نقارن معناها 2013 باليوم ولا 2012. احنا ما حناش نحكيو على التعامل مع الظاهرة الإرهابية، متعامل مع المؤسسه الامنيه. ما احناش نحكيو على ما احناش راهو التعامل مع الظاهره الارهابيه مش كان تعاطي امني. راه رد بالك اخر حاجه، المعركه هذه كانش نتناولوها بمساله امنيه بحته، الله لا يقدر نخسروها، واحنا ما احناش مش نخسروها، احنا مش نربحوها. لكن شنو عملنا مع ظاهره التصوير الشبابي لسوريا؟ هل صار تحقيق جدي في الموضوع ونعرفوا شكون هي الناس اللي مازالت اليوم في تونس عايشه، وهي تثبت في الاف من الشباب خرجوا من الجامعات التونسيه كانوا يقراوا ومشاو لسوريا. شكون ابو عياض تسبب وخرجوا كان من جامعه الفتح وهربوا الى ليبيا. شكون تسبب في الكوارث هذه الكل؟ اليوم حتى حد ما حل الملفات هذيا، ملف الشهيد شكري بلعيد، ملف الشهيد محمد البراهمي، الى يومنا هذا ما عندنا حتى تحقيقات ونتائج جديه باش نقلعوا الظاهره الارهابيه من جذورها. اليوم هذايا للاسف سرطان قاعدين نوقفوا فيه، انتشر لكن قاعدين نداويوا فيه بطرق رعوانيه. هذاك علاش يظهر لي حان الوقت اليوم انه نغزو لرواحنا في المرايه، الناس الكل
مانيش باش نحدد مسؤوليات هنا ولا باش نوزع مسؤوليات. اليوم حتى حد ما ينجم يكذب اللي ثم ناس موجوده في تونس اليوم. ما نحبوش نسيس تحليل المواضيع، لكن خلينا نحكيو في الجمعيه. اخر كلمه برك، ما نجموش نكذبوا على رواحنا ونقولوا اللي ثم ناس موجوده في تونس تمن بدوله الخلافه وما تمنش بالديمقراطيه وما تمنش بالدستور التونسي. هذا ما حتى حد ما نكر المساله هذه، لكن معناها وجود اليوم المؤسسات. سامحني ملاحظه صغيره، ولكن الدستور التونسي بيدو بيحلو انه هو يعمل حزب طالما لم يحد يعني وما استعملش العنف وما ضربش ما كسرش ما قتلش. كان انت في لكن فما شكون انت تحكي على حزب التحرير يعني مانيش بنسمي انا، لكن الدستور التونسي يحكي على احترام الدولة المدنية والدولة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات. هذا شو ما نحبوش يكونوا فما خلط بين مش باش يكون فما خلط، اما ما نحبوش تتولي نكتة انه تعديل القانون الانتخابي، تعديل القانون الانتخابي يهدد احزاب. لا 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 نحكي لك، يهدد احزاب انه كان انه تؤمن بالديكتاتورية، ولا يهدد احزاب لا تؤمن بالدولة المدنية. يعني هون زاد هالقلطة ضايع، يجب أن يكون له توضيح. أنا مش نرجع نحكي بموضوعنا الأساسي اليوم، إنه نحن عنا في تونس اليوم قضية خطيرة لابد من التعاطي معها، هي قضية الإرهابيين الذين عادوا من بؤر العائدين. العائدين أنا نتصور إنه الإرهابي العائد هو أول حاجة يجب أن يخضع لقانون الإرهاب. عدم تطبيق قانون الإرهاب سيفتح الباب أمام الإفلات من العقاب. الإرهابي عندما ذهب إلى سوريا ذهب لارتكاب جرائم إرهابية، وبالتالي عودته إلى تونس وإفلاته من العقاب هو تشجيع له ولغيره على الاستمرار والتمادي. نحن نعرف أنه للأسف هنالك أطراف تحاول لفلفت ولملمت هذا الموضوع. هل الموضوع هذا اليوم أولوية في تونس؟ خاصة أنه نحن أمام مرحلة قادمة ستكون مخطرة جراء الأوضاع في ليبيا. هنالك تركيز على نقل الجماعات الإرهابية ومعركة الإرهاب القادم إلى، وأنا أنسى وقتي نحكي في الملف نعرفه على خاطر بحكم خدمتي لسنوات طويلة في مجال مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة. القضية بسيطة، هي أنه كانوا موجودين ما سميت داعش والجماعات الإرهابية في مساحة جغرافية بين سوريا والعراق، اليوم موجودة في مساحة جغرافية أو وجدت تبدأ ب مالي موريتانيا مالي وتنتهي في سيناء، يعني أكثر من 12 مليون كيلومتر مربع، يعني مساحة لا تملك كل قوى جيوش العالم على امتدادها أن تستطيع مراقبتها. منطقة صحراوية شاسعة لا وجود لسكان فيها، عبارة عن قبائل متنقلة، قبائل تعيش على التهريب وعايشة يعني الظنك، وبالتالي هذه القبائل اليوم هي كلها عبارة عن مراعي للإرهاب. هذا يجب أن يكون خطير جدا، على خطر هو يهدد جنوب الصحراء ويهدد شمال الصحراء. شمال الصحراء شكون يهددها؟ يهدد ليبيا، تونس بالأساس، خطر هم النقاط الرخوة. مساحة ليبيا مساحة جغرافية كبيرة جدا وعدد سكان قليل جدا، وبالتالي ويهدد جنوب أوروبا على خاطر تحويل شمال جنوب المتوسط اللي هي تونس تحديدا ليبيا إلى مناطق لتسفير. اليوم مش قاعد يصير عندنا في المنطقة في ليبيا للأسف، إنه عبارة عن عصابات الإتجار بالبشر، عصابات الجريمة المنظمة، عصابات الإتجار بالمخدرات، والجماعات الإرهابية عملت وحدة تدريب على الأسلحة تحالف من أجل خدمتها كاملة. لذلك الرهط قاتل بعضها في طرابلس وكلها متوحدة خاطر هذيك مصالحها. اليوم جرائم هؤلاء سيشكلوا في حال تمركزوا تهديد خطير جدا للامن والاستقرار في كامل حوض البحر الابيض المتوسط، اللي نحن الله غالب بحكم وضعيتنا الجغرافيه قربنا في وسط جينا في وسط. لا لا نحن المشكله نتاعنا في تونس انه جينا في وسط يعني عبور معناها جينا كرش المتوسط الله غالب، جينا هذاك الكرش ونحن وسط الكرش، يعني هذيك الله غالب الجغرافيا شنو جابتنا؟ ما جابتناش على اليمين ولا على اليسار. هذا هو معناها من المسائل المهمه ايضا، مساله العائدين لازم مراقبتهم محاسبتهم تطبيق قانون الإرهاب. نعم، يعني في الإرهاب وحمل السلاح ضد مدنيين أو غيره، فمحاسبته. وإحنا صادقنا على قانون الإرهاب، كيفاش رجعوا كيفاش دخلوا تونس من المطار أصلا؟ هوني سؤالي أنا، لماذا لم يتم تطبيق قانون الإرهاب؟ ما الذي يمنع تطبيق قانون الإرهاب على العائدين؟ أنا وقت نجي نشوف اللجنة الوطنية التي يرأسها السيد المختار بن نصر، يجي يخرج يقول والله جمدنا حسابات. طيب يا أخي على شكون نضحكوا على بعضنا تو؟
يا اخي نحن فما واحد ارهابي عنده مثلا والله حسابات في البنوك سويسرا وبنوك التونسيه ويضرب في البورصه وهم نعرفوهم انه هذوما ناس يعتبروا انه البنوك ربويه وحرام وبالتالي لا يؤمنوا بالماء يعني بها وبالتالي نجيو نخرجوا حكايه انه تجميد حسابات يعني ما المقصود من جاي في بس نقطه الضعف هذه يعني الناس اللي عندنا قانون ينجموا عندنا قانون ومعناتها نقطه الخلل معناتها كمواطن يتساءل اكيد يقول لك وين الخلل اليوم عندنا قانون تاع ارهاب اليوم مؤسسات الدوله تطبيق الناس هذه شكون هل ثم شكون يعطي فيها في حصانه والا متخبيه وراء هياكل وناس معينه اللي مش قادره تحاسب انا نعتبر انه نحن مطالبين بتطبيق القانون هو الاصل وليس تفعيل القانون يعني على القانون يطبق لا يفعل شيماء نحكيوا على الاجراءات اليوم زاد فما تفاعل برشا مع اللي صار في شارع الحبيب بورقيبه وايضا بالجورجاني انه الاجراءات اللي صارت اخلاء المحكمه الابتدائيه بتونس العاصمه من المحامين ولا اللي عندهم جلسات غدك كيف كيف السجون منع الزيارات السجون في تونس العاصمه في ولايه تونس فالاجراءات هذه ممكن يعتبروها الناس استثنائيه ما صارتش في عمليات اخرى كيفاش نجموا نفسروا العبيده ونوضحوا لهم المساله هي اكيد هي معناتها اجراءات استباقيه وتحمي المواطنين وتحمي معناتها المؤسسات العموميه ما تنساش راك في قلب العاصمه راك ثلاثه دقائق على القصبه مركز الحكومه والوزارات وغيرها والمحكمه هي ايضا في باب بنات يعني قريبه انت في قلب العاصمه في قلب الحركه الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه والسياسيه يعني ابسط شيء انك يعني تخاف فما ارتدادات فما عمليات ارتدادية لأنه نحن كيف ما قال سي باسل أمام مخطط كامل إرهابي مش عملية واحدة لأنه بدأت يعني في الجبال الصباح ثم في شارع الحبيب بورقيبة حتى ما نساوش العملية اللي صارت في الثكنة في ولاية نحكيو على اليوم نحن فما مؤشرات الدول القادمة فما مؤشرات ومانيش في مأمن يعني وحتى يعني في الجورجيني أيضا يعني المنطقة الكل مشطوها وفرغوها وهذا عادي لأنه يخافوا من العمليات الارتدادية خاصة أنه اللي جرى اليوم يعني صعيب أكيد اللي قالته زميلتي يعني عين الصواب على خاطر نحن يلزمنا نفهم أنه فما كل مؤسسة من مؤسسات الدولة عندها برامجها ومخططاتها الغير معلومة يعني مثلا مستوى وزارة الداخلية نحن نعرف وهذا لي يعني هنالك السر العسكري والسر الأمني هناك عندما مثلا وقت يصير اي تحرك ارهابي او اي جريمه ارهابيه او اي تهديد ارهابي هنالك نقاط ملزم ان يتم تامينها عمليه التامين هي عمليه اعلان ما يسمى الاستنفار او النفير وبالتالي يتم استدعاء الاعوان فورا من منازلهم خاطر الاعوان مش قاعدين ساكنين تحت الدروج تعيط لهم باش يطلعوا لا هم مواطنين بشر هم يتعبوا ياكلوا يرقدوا يفرحوا يخرجوا بشر ما هماش ماكينات نخدموهم كالروبو والى اخره وبالتالي اللي صار اليوم انه بعد تامين المحكمه ايضا تم تامين المطار الناس تحدثت على تامين المطار قلت لهم اساسا من عدم تأمين المطار يعتبر خلل أمني خطير ينجم يتعاقب عليه كبار مسؤولي وزارة الداخلية طبعا معناه الإجراء عادي أنا نعتبر أن ما جرى اليوم هو العادي يعني والمواطن لازم يكون متفهم للإجراءات هذه وما لازمش يكون متقلق اللي يوقع غلق المنشأة هذه بالعكس هذيك راهي حماية ليه هو صحيح ممكن مصلحة ما قامش بزيارة الابن سجين ولا حاجة ماهيش مشكل لكن المواطن لازم يكون متفهم راهو اللي حالة طارئة وفهم أنه صاحب الحاجة أرعن تولي مخطرة في الحكاية هذه على خاطر أنا مش نمشي للمطار نلقاهم سكرين كياس نلو تبارك الله فيها شكرا لأعوان الأمن اللي في 40 سخانة واقفين يفتشوا فيها بليز وعلى ركايبه ويعلم ربي بحاله وحتى شرب ماء لا عنده ولا يحل فمه ويحكي مع الناس بكل تربية رغم حالة الضغط النفسي والتوتر والتعليمات خاطر غادي تولي الغلط معاش مسموح يصبح الغلط مسؤوليته هو يولي يعتبر كل عون أمن اليوم كان في نقطة حساسة كان يعتبر روحه تونس
هذا هو. أنا نقدر الشعور الوطني الكبير أكيد. اللي عند الأعوان هذوما، وبالتالي لا نحمل الناس. نمشيو أكثر أو شيء ما بكرة تقول نمشيو أكثر في الإيجابية. أكيد. وهذا هو اللي نحن ماشيين فيه طبعاً. حتى التوانسة اللي يتفرجوا فينا واللي عاشوه اليوم صباح ما نجموش نكذبوا على رواحنا، ماهوش شوية على خاطر تفجعنا الناس الكل، الناس الكل تبعت شنو اللي صار طبعاً. فاليوم بعد هكا وقت معين من الصباح لتوا قعدنا نفكروا شنو لازمنا نعمل. الناس في ديارة كل واحد من الموقع نتاعو كيفاش ينجم يعاون تونس، اللي يخدم اللي في المؤسسة إعلامية، اللي في الوزارة، اللي في الإدارة، اللي في الدار. اليوم تونس قعدنا مدة معناها على المستوى الأمني ما صارتش عملية، اليوم رجعنا كأنه رجعنا من الأول وجديد، الناس كلها عاودت رجعت للمربع الأولين. هو اليوم معناتها هذايا بكل صراحة والناس الكل يظهر لي تعرفوا، لكن ميسالش نذكروا به، ما فما حتى دولة في العالم اليوم في مأمن من العمليات هذه الإرهابية. مستحيل. معناتها من أقوى الدول الى اضعف الدول امنيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا واللي تحبت، معناتها لو ريسك زيرو هذايا ماهوش موجود في حتى بلاد في العالم. لكن واخرها فرنسا اللي صار اليوم العشيه في فرنسا كيف كيف اللي كان فما عمليه لحد الان انتحر منفذها بتسبب في بصع شخصين كان عنده سلاح ناري وقتل روحه واشتبك مع قوات الامن بحثا عن منفذ العمليه. يعني هذه شوف يلزمنا نفهموا حاجه، علاقة الكر والفر بيننا وبين الإرهاب ستكون مستمرة طالما لم نبدأ جديا في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب. نحن للأسف عملنا حكينا بعد جينا خاطر نحن الناس ما تحبوش تحملوا المسؤولية، حملنا المسؤولية لقوات الأمن الوطني، للجيش الوطني وقوات الحرس الوطني، وقعدنا فرحين مسرورين لعملت ليدنا لساقط. أنا نحب نقول هل بدأنا في محاربة الفكر المتطرف في تونس؟ لا. هل بدأنا في مواجهة التطرف؟ لا. هل بدأنا في مواجهة الجمعيات والناس اللي تزرع وتمول في التطرف في تونس؟ لا. بدأنا شنو اللي صار؟ بدأنا بدليل الركاب، بدأنا بدليل العديد معناتها من الأشياء ولا ربما النتائج ليست أنا نعتبر أنه ولكن بدأنا باستثناء قوات الجيش والأمن والحرس الوطني فكلنا مقصرون. التقصير لا استثني كل واحد منا عنده باي في التقصير هذا على خاطر لانه العمل الامني والعسكري وحده هو عمل وقائي، هو عمل وقائي لازم يكون فما تكامل بين مؤسسه الدوله الكل، الوزارات الكل لازم تنخرط في العمل الامني. العمل الامني هو عمل وقائي وليس عمل علاجي. العمل العلاجي هو العمل المجتمعي، المجتمع التربوي، المجتمع الثقافي التربوي. هل نحن اليوم بدأنا في مستوى المدارس الابتدائية والإعدادية في الحديث مع صغارنا مع أولادنا في المدارس في الجامعات حول الـ 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 الإرهاب، حول الفكر المتطرف؟ نحن ما عادش نحكيو في الإرهاب، الإرهاب نتيجة، من يصنع الإرهاب هو الفكر المتطرف. لماذا نحن نواجه الفكر المتطرف؟ منتشر وهنالك من يبشر به في كل يوم. أنا نحب نحكي على تجربة خاضتها جمعية، ولكن للأسف التجربة هذه سعت أطراف كبيرة لإجهاضها. التجربة هذه بدأتها جمعية في سوسة اسمها جمعية نبض الوطن. الجمعية هذه عملت حوار اسمه الأمن صديق المواطن من أجل خلق علاقة تواصل وحوار بين الشباب والأمنيين في تونس. لا حكى عليها إعلام، لا شجعها مسؤول، لا حد شيء، بل سعت كل الأطراف لوقت الموضوع. اليوم أنا نطالب أنه يكون فما الحوارات المجتمعية. رانا إذا ما تحاورناش رانا باش نقعدوا في حوار الطرشان، حوار الصم. كان نحن تو مش قاعدين نحكيو، رانا كلنا نغزروا بعضنا، كل واحد سامحوني في الكلمه يقحر للاخر ويقول شنو يحب مني وشنو قاعد. هوني يلزم انا نتصور انه نحن مطالبين بانه يكون فتح ابواب الحوارات بصدق في وسائل الاعلام بامام الناس. رجع الثقه ما بين الحاكم والمحكوم، خاصه من فئه الشباب. اليوم الشباب نتاعنا قاعدين نراو فيه يلقى روحه في حاجات اللي ساعات بعيده على تونس، ينجم يلقى روحه في جمعيه الرياضيه يراه روحه. نقولوها بكل صراحه، تمثلوا اكثر من اللي تمثلوا من بلاده. المشاكل هذه اللي موجوده عند الشباب من بطاله، من المسائل الاجتماعيه الى اخره، تاثر وتدعم وتمشي في صف الظاهره الارهابيه. المشاكل الكل هذه صحيح مش نحلوها في ليله ونهار، شيء حان الوقت ان نبداو هذه والبلاد هذه اقل حاجه هذه شيء نعملوه كقوى مدنيه، كقوى سياسيه، كقوى تمن بالديمقراطيه وتمن باللي صار
صارت ثوره في البلاد اللي نجم ولعل معز الدرب هذه خلينا نعاودوا نرجعوا نطرحوا هالمسائل هذيا، مش فقط النقاشات بلاتوي التلفزيون، لكن اهل الاختصاص وغيرهم يعاودوا يرجعوا لك الملفات وضعت في الادراج. نقطه برك نرجع الكلام معز، باش نرجعوا نحكيوا لانه مهم برشا زيد نحكيوا على الجانب السياحي. وين نقول لكم اللي البارح كانت الدوره الاولى لايام قرطاج السياحيه واللي حاجه محليه فرحنا بالناس الكل، وكان في شارع حبيب بورقيبه صناعه تقليديه وسياح والعباد كانت موجوده صناعه ولليوم زيدا محليها وموجوده. باش تحضر معنا بعد شويه السيده ليلى بن عتيطله، لكن خليني نهزكم في الصور هذه اللي هما السيده ليلى الحقيقه من امام وزاره السياحه مع مجموعه من السياح. شوفوا الفيديو وبعد نستقبلوا مدام ليلى، تفضلوا. عسلامة يا جماعة، أحسن 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 رد على اللي صاير في شارع الحبيب بورقيبة هو الوفد الكبير هذا من السياح الفرنسيس اللي جاوا بحدانا ومتفاعلين برشا مع قيمة أيام قرطاج السياحية. تونس تنبض حب، تونس تنبض حياة، مهما حاولوا يزرعوا شوك ديما الورد موجود. تونس محلاها، وإحنا شعارنا في الدورة هذه تونس كل يوم أحلى، بالحق تونس محلاها. وقت اللي نشوفوا اليوم السياح يتجول السياح شي شي. كومون فوز أفي تخوفي لا تونيزي؟ Okay, c'est la première fois? Non. Non, ok. Oui, oui. Le slogan de cette première édition, c'est Tous هذه قدام وزارة السياحة بعد ساعة تقريبا من العملية. مرحبا بك مدام ليلى بن عتيطله. مرحبا. انت مديرة الدورة الأولى. انا رئيسة لجنة تنظيم ايام قرطاج السياحية. لجنة تنظيم ايام قرطاج السياحية. الصور هذه مباشرة من قدام تمثيل ابن خلدون، مش قدام وزارة السياحة، تقريبا بعض الأمتار على العملية الإرهابية. ساعة نحب نقول لكم أنا كنت حاضرة وقت اللي صارت العملية الإرهابية، أنا كنت شاهدة عيان وقت اللي صار لاتونتا. احنا البارح تم افتتاح الدورة الأولى، دورة التأسيسية لأيام قرطاج السياحية اللي هي كانت حركة مدنية أهلية، وتأييد الكلام باسل ومعز من قبيلة وشيما نسمع فيكم، راهو المجتمع المدني والإعلام وكلنا رانا منخرطين، راهو في اليوم محاربة هالتطرف ومحاربة هالعقيدة الدخيلة علينا اللي هي بالحق ماهيش تنتمي لتونس وعمرها لكانت من ثقافتنا. ثقافتنا هي حب الحياة، هي زرع الحياة، زرع الألوان، زرع الورود. الناس هذه اللي تحب تزرع فينا الخوف وإلا الرعب وإلا تزرع في الأشواك ما عندهم وين يوصلوا. الصباح أنا كنت حاضرة أنا والفريق الكل اللي معايا كلجنة تنظيم أيام قرطاج السياحية، مع العلم البارح الافتتاح كان في قلب الحبيب بورقيبة بحضور عدد من السفراء. صورني السفراء بحضينا ويقول لي تونس راهي مزيانة احنا مع تونس واحنا باش نقفوا معاكم وانتم محليكم كشباب، هذه بادره مزيانه كيفاش جاتكم الفكره، شكون وراكم؟ كي يسمعوا لي احنا حركه مدنيه اهليه ما عندها حتى حزب سياسي يقولوا بالحق مازال شباب في تونس يتعاون مع الوضع هذا، يبا وي مازلنا رانا التوانسه وقلوبنا على البلاد هذه، وبالله نحطوا ايدينا في ايدين بعضنا، لانه بالحق راي تونس قاعده بالحق راي اذا كان باش يخليوها بالطريقه هذه راهو سنتحمل العواقب، راهو ستلعننا الاجيال القادمه. يبارك فيكم الناس الكل فيقوا على الوضع، بالحق راهو وضعنا يستحق وقفة جدية، وقفة تأمل قدام المراية، نشوفوا وين وصلنا في 8 سنين، شنو اللي نجحنا وشنو اللي فشلنا فيه. قلت لك الصباح كنت قاعدة أنا وفريق العمل كنا في تدارس، يعني اليوم الافتتاحي الحمد لله كان حضور إعلامي رهيب جدا من القنوات العالمية، رغم اللي كانت فما بعض الحركات الاحتجاجية اللي مقابلتنا، ولكن كل اللزومة نتاع الكاميرا ركزوا على أيام قرطاج السياحية، وعدد كبير من السفراء حضروا معنا وعطوا رسائل ثمنة في الداخل والخارج أنه تونس بلد آمن. اليوم الصباح احنا قاعدين ونسمعوا في دوي انفجار حاد، عرفناه اللي هي عملية إرهابية، ولكن أنا نوصف لكم بأمانة، يعني بما أنه أنا صحفية ورئيس تحرير ننقل بأمانة كعين الصحفي على عين المكان. صحيح كانت بحب الفضول الناس الكل توجهت نحو عين المكان باش يشوفوا شنو حقيقة الانفجار هذا، هل هو قنبلة يدوية الصنع، هل هو شخص فجر روحه، هل هو شنو اللي صاير بالضبط. من بعد العبيد نفسها اللي كانت غادي، فما اللي خذا تصاور، فما اللي خذا فيديوهات، والناس رجعت تشرب في القهوة في المقاهي عادي جدا. أنا صدقا الأمن يخدم على الروح وخليه العبيد. شفنا العبيد ماشية للقهاوي تاخذ في القهوة نتاعها عادي، اللي كمل يكلم في أهله ويحكي عادي، والنشاط رجع عادي جدا. أنا صدقا يعني أنا بيدي دهشت يعني كي شفت الحركة هذه، لهالدرجة معناها التونسي استانس، وإلا هل هو استئناس اللي يخوف، وإلا التونسي أقوى معناها من المساجات هذه نتاع الإرهاب ونتاع الناس اللي تحب تخوفه. فاستمرت الحياة، احنا هكاك قاعدين يعني مازلنا نتجاذبوا أطراف الحديث، وجاء الجروب الفرنسي هذا تقريبا في حدود 20 شخص جايين رغم المكان محاصر
مسكر امنيا. احنا قراب راهو بيننا وبين العمليه اللي راه بيه بعض الامتار راهو الام، ورغم ذلك احنا ما حبيناش نحيوا الخيمه نتاعنا، وقلنا يلزمنا نقعدوا وبالعكس نحكيوا. هذا شارع الحبيب بورقيبه، يلزم ينبض بالحياه وبحب الحياه، ما يلزمناش نياسوا ولا نبعدوا ولا نخافوا. كان هما هدفهم باش يخوفونا احنا باش نقعدوا، وكان موتنا ما احناش اشرف من الشهيد اللي رواه بدمائه ومعناه الارض الزكيه هذه. قعدنا نحكيوا مع بعضنا بالحق، هو كيف ما هو في الموقع هذيك كل واحد من موقعه يتوقع روحه هو كيفه كيف الامني هذيك اللي هو في الواجهه اللي هو في الصف الاول. احنا يمكن في الخفاء نخدموا التالي بالاعلاميه باش نعطيو المعلومات، لكن هو مسكين في الواجهه. الهام وقت اللي صارت العمليه قلت لك جاء الفريق الجروب الفرنسي هذم سياح، قلنا لهم يعني فما راهو تفجير حتى على حمايتكم، قالوا هاي محلاها الحياه وهاكم قاعدين وكل. قلنا لهم هذه هي تونس محلاها، انت كي تشوف السبوره بيضه وفيها بعض النقط الكحله، هل انه التابلو الكل ولا اسود؟ بالعكس، هذه من بين الحاجات وعادي جدا. انا نمثل اللي صار اليوم في شارع الحبيب بورقيبه صدقا كما الانسان اللي جاء في موسم الحصاد وصبت عليه المطر، باش يأيس في حصاده يلزمه يكمل يحصد الحصيده نتاعو. احنا هذه مجهودات سنين، نحن امام موسم سياحي واعد جدا، ما يقارب 9 ملايين سايح، وربي يوصل ان شاء الله الموسم هذايا بالسالم، ويلزمنا مع بعضنا نتحدي ولا لي ميساج هذوما الغالطين. بالعكس اليوم كي نشوف السياح، يا اخي انا دفعت لهم فلوس باش يقولوا لي تونس كل يوم احلى، ويتفاعلوا معانا ومحليكم لي تونيزيان، ونقعدوا كان عندكم زيادة تضيفون على تاني ما مشاوش يجريوا النزول نتاعهم باش يهزوا باليزات ويمشوا المطار، جاوا بحذاكم بحذا الامن نتاعهم. الامن كان يعني يحيط فيهم، وتحيه ليهم التصويره حلوه برشا ليلى، وامنا كانوا الكل يحميوا فيهم، خايفين عليهم يقولوا لهم لا ما تخافوش انا مع لي تونيزيان مع التوانسه مع اشقائنا، واحنا بدينا فرحنا على الاخر. وهنا دورنا احنا ودور الاتصال نتاعنا، العمليه الاتصاليه نتاعنا كيفاش 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 نحكموا فيها، هذا مهم ومهم جدا للحفاظ على الموسم السياحي وللحفاظ على مصلحه تونس. باش ناخذ مثال، في المغرب صارت عمليه وقع ذبح سائحه منذ سائحتين شوفوا مهرجان موازين تو في المغرب ولا تاثير، معناتها يوريك قوه الاتصال نتاع الدوله وكيفاش تحافظ على مصالحها، خاطر كيما ما قلنا قبيلي هذا ينجم يصير في اي في في اي في اي بلاد. شوف شر هي مكروهه في تونس، شوف شر ابدو فرنسا اللي استفادت منها الضربه هذيك اكثر من اللي خسرته. الارهاب المشكل تواصلي ممكن في الاتصال اكثر من اي حاجه. الارهاب افى عالميه، ما هيش حاجه تونسيه، هذه الحاجه الاولى. ثاني حاجه انه نحن اليوم يلزمنا، انا نعتبر انه اليوم مناسبه لاعاده الثقه، على خاطر انا وسامحوني في الكلمه نعتبر انه كان اليوم فما نوعا ما من التآمر، حبش نكبر خاطر مش بنظريه مؤامره، من اجل اعاده صناعه مساحه للاشاعه والكذب في المشهد تحكي على اللانتوكس واللي صار في التواصل الاجتماعي وفي وسائل التواصل الاجتماعي واستغلالها والركوب على بعض القنوات الاجنبيه من اجل تمرير ما جرى في تونس. المهم ان تكون ثقتنا في اعلامنا كبيره برشا، على خاطر انا نعرف انه من بعد ما فضحت اكاذيب القنوات اللي لعبت ادوار وقت زمن التضييق الاعلامي في الكذب على تونس وتفضحت ادوارها، اصبحت الثقه في الوسائل الاعلاميه وحلمت انها تقود حرب نعم في تونس، لكن هذا دخلنا في حرب طبعاً اهليه وتعب. اليوم انتهينا من الملف هذا، ثقتنا في وسائل الاعلام على خاطر نحن ما عندنا على شنو باش نكذبوا، لا عندنا شكون يعطينا فينا في الفلوس باش نكذبوا، ولا عندنا باش على شنو باش نخبيوا. انا نحب نسال سؤال اليوم، شنو من مصلحه الاعلام الوطني في تونس بكل انواع العمومي والخاص يعني باش انا مانيش قاعد نفرق، كلنا في نفس المستوى من الزماله والمهنيه، ها شنو من مصلحته باش يخبي ولا يكذب؟ على باش يجي واحد من برا باش يخبي هو سي باسل، ما عادش ينجم، ما عادش ينجم، ما عادش ينجم. صحافه المواطن قد فضحنا الكل، وبالتالي اليوم ثقتنا في اعلامنا اليوم اثبت مره اخرى انه من حاول لعب دور التآمري على لتشويه وضرب الثقه الكبيره اللي تبنات، على خاطر الحمد لله انه من بدايه العمليات الارهابيه في تونس الاعلام التونسي هو من وقف، هو من كشف الحقائق، هو من وقف مع الامن وطور نفسه حتى في التعاطي مع وليس الاخبار. فقط معناتها ملاحظه صغيره، اللي روجوا انه تونس بلد غير امن تكفي معناتها الصور اللي جابتهم ليلى باش نقولوا عكس هذا، ونحب نشير معناتها اللي في بعض البلدان ان كانيكول معناها موجه حراره تنجم تشل البلاد والناس تخاف، مش عمليه ارهابيه، نحن عمليه ارهابيه والناس في القهاوي وتخدم على الروح والدنيا سخانه. نرجع لك ليلى، اليوم نحكيو على ايام قرطاج السياحيه، لكن بعد العمليه هذه قعدتوا اليوم في شارع حبيب بورقيبه، قعدوا الخيام نتاعكم والاكسبوزيسيون
الكونديسيون اللي موجوده في جوج تحقيق صغير اضافه للي قالته شيماء وانا موافقتها. اليوم نحكيوا على تدويل للارهاب، ما عادش حكر على افغانستان والعراق ولا على سوريا، اليوم في بريطانيا يضرب، اليوم في فرنسا، في اعتى الديمقراطيات. بالله هذا التزامن اللصيق ما بين تونس والارهاب يلزمنا نفصلوه. تونس عمرها اللي كانت بلد ارهاب، وعمرها اللي باش تكون دوله نتاع ارهاب. دونك انا نحكي لكم انطلاقا من تجربتي الصحفيه، انا عشت فتره الانقلاب العسكري في تركيا وشفت شنو صافي، وكنت شاهدة يعني على عملية اللي حقيقة كانت نقلة نوعية حتى في حياتي المهنية. ما كنتش عارفة روحي نخرج من الدولة ذيك ولا ما نخرجش، نروح لتونس ولا ما نروحش. اليوم كان قارن اللي صار بشارع الحبيب بورقيبة حتى شيرة، عبارة حاجة صغيرة صارت صفحة وتتطوير، وما يلزمهاش تاخذ أكثر من حجمها. حتى اللي بلاتو من نوع هذا احنا قاعدين نعطيوهم في فرصة، لأنه الإرهاب يتغذى بزوز حاجات. ما احنا قاعدين نعطيوهم في الناس اللي يتغذى بالإشاعة وبالإعلام الإرهاب. احنا ما نعطيوهمش أكثر من حجمهم. أنا نعطيك معلومة إلهام، السيد وزير السياحة قبل ما نجي لهوني هبط للشارع الحبيب بورقيبة وخذيناه وعندكم تصور تنجموا تعديوها، وقال سيتواصل المهرجان ولن نتراجع، وتونس راهي أقوى من المشاكل الكل. بالضبط في نعطيك معلومة. أنا حتى بعض الزملاء الصحفيين اللي فيهم اللي وصل اليوم تزامنا مع الدورة 50 المهرجان لإذاعة والتلفزيون، فيهم اللي وصل غدوة، كنا متخوفين ليعملوا يعني إلغاءات الحجوزات، قالوا لي لا سنكون في تونس في الموعد المناسب وسنقف في شارع الحبيب بورقيبة، هذا الشارع الرمز، وسنتجول باش ندخلوا الأسواق، وحتى حاجة ما تخلينا نرجع. نعطيك بشرى حلوة، أحد أصدقائي البارح نحكي معاه، هو أحد مدراء يعني أكبر النزل في سوسة، فنحكي أنا وياه، قال لي والله العظيم عندي من هوني ل 15 جويي بلان، الحمد لله يا رب. قلت له إن شاء الله تكمل ل 15 سبتمبر ونزيد ونفرحوا. خلينا اليوم أنا نقول إنه الموسم السياحي هذايا إن شاء الله يكون موسم استثنائي. أنتم تحكيوا على 9، أنا نتمنى نوصلوا ل10، ربي كريم، إن شاء الله نتنافسوا في الحكاية هذه، على خاطر اليوم بالصدق المؤسساتنا السياحية تعبت برشا في السنوات اللي تعدى عليها باللي صار لها، ناس مورطة في قروض يعلم ربي بحالها. وقت اللي أوتيل يقعد 3 سنين مسكر لا خدمة، يخلص 400 خدام، ناس وصلت رهنت أرزاقها باش ما اضطرتش خدمتها. أنا نعرف ناس الخدامة متاعهم حاسين بيهم. وقت اللي فما أوتيل يكون فيه في ليلة في 2015، آخر 2015 في سوسة كان ثم أوتيل في 3 بيوت تخدم وفي 170 خدام. هذه أنا عشتها، خاطر أنا خديت بيت مش علاقة. أنت واحد ما تثبتش. أنا خديت 3 بيوت وقتها. فهوني آخر 2015، إيه بعد عملية 26 جوان في سوسة. وبالتالي اليوم وقت نشوفوا ناس ما طردتش الخدامة وحافظت على أرزاقها، زاد أهالينا في المناطق السياحية فهموا، وهم اليوم السياج الأول دفاعا عنهم، على خاطر عرفوا أكثر من الناس الكل شنو كيفاش ذلهم الإرهاب، كيفاش حرمهم من خبزتهم من فرحتهم. أنا ريت ناس سيبت احوانتها وسكرتها وقعدت بطاله لا شهر لا شهرين. هو دائما يقال السياحه تمرض ولا تموت. نعم تمر بنكسات واحنا اليوم استرجعت انفاسها، ولابد ان نغزر للمستقبل جهد اقوى وافضل. انا احقاقا للحق وكلمه لا نعرف ولا يعرفني سيد روني ترافلسي، ولكن يقوم بجهد يشكر عليه من اجل السياحه التونسيه. احد الاصدقاء قال انه اسمه هو فقط هو يعني بطاقة جدا إيجابية وكارت فيزيت رائع جدا للسياحة التونسية، إضافة إلى محبته لتونس وطنيته، قاعد يخدم في خدمة كبيرة من أجل السياحة التونسية. اليوم زلنا نكون يد واحدة من أجل أنه يكون موسم استثنائي بكل المقاييس. ليلى نرجع لأيام كارتاج السياحية، معناها اليوم العبيد انتم تقولوا لي الأيام هذه مازالت متواصلة، نحبك تعدي مساج للناس باش يجيو غدوة لشارع الحبيب بورقيبة يحضروا ويمشيوا للخيام اللي موجودة، المعارض اللي مازالت موجودة والفعاليات الجميل. حتيش نهار جمعة ليلى هكا ولا؟ الجميل في المواطن التونسي انه محب للحياة بشكل لا يصدق، يعني النسق شبه عادي في شارع الحبيب بورقيبة، النسق الحياة، العبيد تحكي على ماتش غدوة في الكان، إن شاء الله مربوحة لتونس، غدوة على البكالوريا، السيزيام. العبيد رجعت لوقت العادي إلى واقعنا المعيش، وهذه هي نقطة قوة التونسي. التونسي مهما يأكل ضربات ديما قوي،
واحنا في نفسيتنا سبحان الله يعني هكا المواطن التونسي استثنائي في جميع المقاييس، ديما عنده شحنه قويه برشا من الموجات الايجابيه، وقد ما تصير نكسات ديما نقولوا غدوه خير، راهو القادم افضل، ديما تونس احلى، وان شاء الله هذين نحافظ عليه. دونك بالنسبه لايام قرطاج السياحيه ستتواصل الفعاليات، حبينا نلغيو العروض التنشيطيه ترحما على روح الفقيد، ولكن الفعاليات ستتواصل باش نواصلوا في العروض نتاعنا، العروض فيما يخص يعني كل ما هم لي ستاند الخاصين بالصناعات التقليديه بالترويج للسياحه التونسيه، سهره الختاميه اللي كانت مبرمجه لتوزيع اوسكار لاوسكار قرطاج للسياحه، زاد باش تكون لما مع الصحفيين العرب لانه حبينا نستثمروا علاقاتنا كصحفيين مع زملائنا الموجودين لهنا، اكثر من 850 صحفي عربي موجود في تونس، فهما باش ينقلوا الصوره الحقيقيه لتونس، وتونس راهي بلاد مزيانه لا يركحها ارهاب. باش نحافظوا على الاجتماع هذا مع الصحفيين في الحاول ماهوش باش يكون في بالبهرج يعني والعروض التنشيطيه، ولكن ستكون هناك لما تونسيه اللي ان شاء الله من خلالها هما بديهم نعملوا على اقلامهم على عدساتهم باش ينقلوا صوره تونس كما هي داخليا وخارجيا. يعطيك الصحه ليلى، يعطيكم الصحه وان شاء الله تواصلوا العمل نتاعكم، وهي الدوره الاولى ماذا بينا جيتكم معناها المساله هذيك باش تشجعكم اكثر باش تشدوا سياحه تكونوا موجودين ايام قرطاج السياحيه، اغلب العروض تلقاوها في شارع حبيب بورقيبه، العارضين اللي منتوجاتهم التقليديه موجودين في شارع حبيب بورقيبه، تنجموا تمشيوا غدوه نهار الجمعه، خلينا نهار الجمعه دعوه للجميع، دعوه للجميع تعملوا طلع وتخرجوا وترجعوا لنشاطكم العادي وتواكبوا الايام هذيا. فقط نحب معناها في الختام ان نعطيو دي ميساج للناس اللي اليوم عاشت الحدث هذا، انت حكيت بكري شويه ليلى قلت لي والبلاتوات هذه، لكن احنا اليوم في البلاتو هذا كان مهم برشا حضورنا، كنا نفندوا في كل الاشاعات بالضبط. كنا ناخذوا في المؤسسات الرسميه، المؤسسات رئاسه الجمهوريه، الوزاره الداخليه، الناطقين الرسميين اللي هما عندهم المعلومه الصحيحه الخاصه بما يقال، فضروري جدا انه يكون موجود البلاتو هذايا في الاعلام العمومي وغيرها من البلاتوات، وتواصلكم تواصلنا اليومي معناها مع المؤسسات الرسميه وقت اللازم يكونوا الناطقين الرسميين بالمؤسسات هذه يعطيوا المعلومه، ما نقعدوش نفركسوا يا شنو صار على الفيسبوك حل التلفزه، هم فما شيء زعما صحيح اللي تقال على الفيسبوك لا تحل التلفزه تلقانا موجودين. ويتلام على الاعلام العمومي وقت اللي ما تلقاش الاخبار الخاصه. واحنا موجودين كنا اليوم تقريبا من 10 نتاع الصباح. وقت اللي يغيب الاخبار. مازال باش نتواصلوا وقت يغيب الاخبار على الاعلام العمومي. هذا واجب ماهوش مزيه معناها، لكن هذا هو واجبنا اذا نكونوا في مش معناها خاطر احنا عملنا بلاتو من الصباح معناها راهو تونس وقفت لي، خاطر تونس موجوده وبرجالها ونساها الموجودين هنا في استوديو 14 جانفي، وبربي خلينا نستغل الفرصه باش نحيي الزملاء الكل التقنيين اللي هما اليوم نحيوهم الكل اللي كانوا من 10 نتاع الصباح لليوم مخرج الحصه والسكريبت والناس الكل اللي كانوا من 10 نتاع الصباح للوقت هذا. شوف يلزم انا نعتبر انه اللي عملته اليوم هو واجب مقدس عليكم طبعا على خاطر، والحاجه الثانيه انه اليوم فما ناس عندهم مهمه اسمها الناطقين الرسميين باسم الوزارات، تصور انه امتلكنا من التجربه والمهنيه ما يؤهلهم الكل للتعاطي بالصدق، والحمد لله انه الاساس اليوم انه ما عادش فما حتى سبب باش الواحد يكذب، يعني اليوم منهجيه التعتيم الاعلامي انتهى، لم يعد هنا كل شخص يحاول ان يسقط في الملف هذا يحكم على روحه يعني بالنهايه المهنيه، خاطر انا كناطق رسمي باسم الوزاره باش نجي ننكر راهو صحافه المواطن، صحافه المواطن راس مالها امبورتابل ويصور لايف في اي حكايه، حتى يعني نحكيوش على المستوى طبعا. الوطني نحكيو على مستوى العمل البلدي على مستوى المناطق الفلاحيه باش تصير حاجه زبله ما تنحاتش من البلاصه يصورها ويهبطها الحكايه تتكشف، وبالتالي اليوم انتهى زمن المحاولات هذايا اللي يحبوا يلعبوها. انا نكررها انه ثقتنا كبيره بكل المؤسسات الاعلاميه طبعا. العموميه خاص ولكن نتمنى ان لا نفتحوا الباب، واللي اشرت لي الزميله انه كانت هنالك مؤسسات اعلاميه من خارج تونس حاولت لا تزوير الحدث نعم. اساسا تضخيم الحدث يعني انا ما تزوير وقائع اي انه واحد وكانهم ينتظروا معناها في اللحظه هذه وكانوا محضرين اللحظه هذه. انا نحب نسال سؤال على المستوى المهني، نحن نعرف انه فما الاخطاء المهنيه العاديه وفما الاخطاء الامباكدونابل اللي نسميوها والمتعمده، وقت اللي تخرج صحفيه تقول من مصادر مؤكده عندي انه الرئيس التونسي مات عنده ساعه، المؤسسه هذه مع احترامي للزميله
ما هي خطر هذه خطأ مهني شنيع مشيت في القانون في القانون في القانون هذه يعاقب عليه القانون سيدي نحي القانون نحن نحكيه على مستوى المؤسسة أنا نحب نسأل الزميلة هذه كانت واعية باللي تقول فيه يعني ليه وخطورة المسألة إثارة البلبلة هذه في البلاد معناها عندها مؤسسات تنجم تجاوب على جمهورها وهل هي يعني خبر مثلا سيغير وجه البشرية كونوا منطقيين كان خرج بعد ساعة وساعتين وثبت منه كانوا لا لا, لا أنا, أنا, أنا قلتها أنا هني نقولها ليس لا الناطق الرسمي ولا رئيس الحكومة ولا رئيس مجلس نواب الشعب ولا أي شخص هو قادر على إصدار مثل هكذا بيان الوحيد القادر على إصدار مثل هكذا بيان هم الأطباء الرسميين المكلفين بالإشراف على العلاج يلزمنا نفهم حاجة راهو ما يدخلش رئيس مجلس النواب باش يشوف التونسيون راهو فما حاجات لنحترم المؤسسات يعني طبعا فما طاقم طبي فما طاقم طبي راهو طب التونس تشرف وتعرف رانا يلزمنا نعرف أن البلاد هذه بارك الله يعني حتى مش على مستوى تونس هني مش نذكركم بحكاية عام 2004 وقت الشهيد ياسر عرفات رحمة الله عليه مرض وتوفى الفريق الطبي الوحيد اللي اكتشف المرض متاعه ونقله إلى فرنسا هو الفريق الطبي التونسي هذه للتاريخ وبالتالي هذايا محاولة توجيه الرأي العام توجيه الرأي العام هاني كلمت العساس في الباب العساس ما يجاوبش مالك لا تبعضها عندهم عرفتوا زيه وبنينا السيناريو والى اخره انا نعتبر انه من واجب الناس الكل فما احترام المؤسسات الرسميه لرئيس الحكومه لرئيس مجلس النواب لاي شخص في الحكومه من دوره او مسؤوليته ان يعلن ذلك من مكلف حسب القانون حسب ما يفرضه القانون نهار اللي توفى رحمه الله عليه الزعيم الحبيب بوديبه لم يصدر بيان نعي رسمي الا بعد ان وقع كافه الاطباء وكتبوا تقاريرهم خاطر ينجم واحد موجود ويجي يقول والله يا تعرض لعملية اغتيال وتم تصفيته وقصوا عليه الأكسجين باش يقتلوه هبسطها برشا وبالتالي نجم فما طريق طبي فريق طبي هو المسؤول واللي يعطي المعطيات المسائل هذه مسائل دقيقة ماهيش متلعب مسائل على خاطر طبع بلاد كاملة أمام هول الإشاعة هي فتح باب الكذب وفتح باب الكذب هو فتح باب التآمر والتشكيك الفوضى اللي هي معناها المسرح اللي يلوجوا عليه الإرهابيين أيوه ها سكر واحد سبالة الأكسجين ها واحد أعطاه دواب الغلط توليوا في حكاية فكل طبيب من الأطباء وهم كبار رؤساء الأقسام في المستشفيات العمومية يعني اللي هي المستشفى العسكري كل طبيب شارك كرئيس قسم لا قدر الله فما حاجة يخرج تقريره ديتايي يعني بالتفاصيل اللي نحن ما نفهموها فيجي واحد يقول لك لا والله أنا كلمت الكوجيني هذاك اللي يطلع في الماكلة ما جاوبنيش ومسربس الأمور راهو يعني مثلا خاطر السيد اللي كان طالع الكوجينه قال له برا طلع يعني طلع البيت اللي خلت ناس تبني على طلع مرقه جلبانه هي الصوره كاريكاتوريه بس لكنها حلوه هذه هي معنى التصوير اليوم ولينا نبنيو بعض الاخبار وغيرها بالمسائل هذه والله نعرف شكون يخدم في المسائل ما تشيش كما هكا حسن اذا يكون انت شخص معروف نعم والناس تتبع كان شفت صحفيين معروفين الناس تبعهم على الفيسبوك بالالاف يعني كيفاش انت تسمح لنفسك تكتب بالطريقه هذيك انت تحتمل المسؤوليه من موقعك وتحترم من الناس اهميه البيانات الرسميه كي تخرج في وقتها كما اليوم من وزاره الداخليه باش فهمنا شنو صاير في قلب العاصمه البيانات اللي تحدثت على صحه سيد رئيس الجمهوريه معناتها كي تخرج المعلومه من مصدرها الرسمي تولي ما عادش فيها لا شك ولا اختلاف معناتها هذايا الشيء اللي مهم ومهم ومهم جدا حاجه مهمه كما قالت شيماء معناتها لازم نغزر الحاجات الايجابيه شوف تونس شهدت تقلبات واوضاع اقليميه صعيبه كما قال سي باسل لكن تونس عاشت بعد اختيار الشهيد طاهر العيار تونس عاشت بعد سوسه تونس عاشت بعد شكري بالعيد بعد الشهيد محمد البراهمي بعد ذبح الجنود بعد بن قردان تونس عاشت ومش تعيش لكن لن يعيش في تونس من خانها هذاك علاش يلزمنا ديما نتكلموا اللي الوحده الوطنيه هي صميم الامان اليوم دعوه بالحق معناتها للتحابب للتضامن نشوفوا الناس اللي تحب تونس اكيد ومع الناس اللي تمنى تونس ايضا يعني بربي نحب نشير الحاشا اليوم السيد رئيس الحكومه مشى ادى زياره للمستشفى العسكري تحدثنا عليها اي تحدثت عليها اخرج قال اني
مأنيت على صحة السيد الرئيس ووضعه مستقر. يعني الناس ماشي في بالها إنه سيد رئيس الحكومة ادخل أي قسطول التنسيون شنو عنده؟ لا لا، السيد رئيس الحكومة أصلاً يمشي يحكي مع هو ياخو كلمتين، يعني باش نفهموا الحكاية، خاطر الرجل رجل دولة ويحترم مؤسسات الدولة، ما يحلش الباب ويدخل تقول والله داخل باكو نوار ويستهوى، يعني هذه العبثية اللي عندنا، فهمتني؟ إنه إيه والله ماشي يطلع لي، لا لا، فهوني نحن أمام مؤسسات دولة واحترام هيبة الدولة وتراتبية الدولة. رئيس الجمهورية، الجمهورية هو رمز الجمهورية، هو عنده قيمة عند التنفيذ، هو يعني عنده دلالة رمزية كبيرة. وخرج رئيس الحكومة وقال إنه طمع الاطمئنان على الحالة الصحية مستقرة طبعا الجمهور. كله هذا مستقرة هذه السيد رئيس الحكومة مثلا قالها له الفرملي، لا أنا نحب يعني خاطر اليوم صارت نوع من أنا نعتبرها المساس بهيبة الدولة. هو خذا تقرير مفصل من الأطباء المشرفين على العلاج اللي هم مسؤولين يعني أمام الله قبل ما يكون أمام حتى حد، خاطر المريض مسؤولية الطبيب والمريض هي مسؤولية أخلاقية طبعا قبل ما تكون ما فيش حتى تدخلات أخرى، ما عندها حتى تدخل وخرج، ورغم أنه السيد رئيس الحكومة مشى وزار واطمئن وخرج وخرج بيان، ولكن قلنا معيزوا لو طاروا واجتمع رؤساء الكتل في مجلس النواب وجاء السيد رئيس مجلس النواب وأكيد طلعوا على الوضعية الوضعية الصحية متاع مفماش حاجة تدعو إلى أنه فما فراغ متاع رئيس الجمهورية. والله الفراغ ما نحب احنا كما ما قلنا قبيل يعطينا صورة اللي قلنا راهو ما نخافوش المواطنين مهما كانت الحالة إن شاء الله سيد رئيس الناس شغور في منصب رئيس الجمهورية إلى حد الآن ما ثماش شغور إلى حد الآن ما ثماش شغور، لكن في حالة شغور وقتي لحد اللحظة طبعا أو شغور ثم الوسائل القانونية والدستورية الكافية وثم يظهر لي طبقة سياسية اللي موجودة وثم مجلس نواب الشعب وثم طبعا. إلى آخره الحلول القانونية هو في التعاطي مع مثل الأخبار معز وهذا الشيء اللي لازم نطمنوه ونقولوه علاش خاطر ما نقعدوش نحكيو في نفس اللي حكينا فيها برشا اليوم تصطاد في الماء العكر لا هاو باش نعملوا الحل هذايا هاو ما نعملوش الحل هذايا لأنه التعاطي ممكن مع الأخبار هذا يصيح اللي احنا يقول لك فما حرية مفرطة احنا ولات القنوات الأجنبية أو غيرها من القنوات اللي تسارعت في نقل الخبر هل هم أحرار أكثر من هل هم اليوم نجموا يحكيوا على حرية الصحافة أكثر من نحن لا عايشين لا في تونس مش صحيح لأنه احنا اليوم وصلنا إلى مستوى معين رغم بعض الهنايات طبعا لكن في تعاملنا مع الأخبار هذه وأصبحت المسؤولية أكثر منها الحرية لأنه اليوم ولينا نتعامل مع الأخبار بمنطق المسؤولية هي من منطق المصداقية ومنطق المسؤولية طبعا. أنا أتصورها النقطة الأولى النقطة الثانية أنه نحن أسهل حاجة وأنا سامحوني باش نحكي الحكاية هذه باش نختموها بضحكة على خاطر نحن وقت تصير أي حاجة نوليه نفتيه في كل شيء أسهل حاجة عندنا هي ثقافة الفتوى نولي أنا خبير في القانون الدستوري غدوة الصباح نولي خبير في كرة القدم عندنا 11 مليون نتمنى المنتخب الوطني إن شاء الله غدوة النجاح في المغامرة الإفريقية في على المستوى الطبي تو كأن تسألهم مش أنه هو عنده تو تلقى 5000 مرض والحلول الطبية أنا قلت لهم نحن الشعب الوحيد اللي نفتيه في كل شيء حتى ثم حاجات ما نجموش نفتيه فيها ونفتيه فيها هذيك المصيبة اليوم الناس تحكي الدستور واضح والنص القانوني صريح وواضح ولا رغم كل ذلك رغم وضوحه يعني نحن عرفنا أنه قطعنا مع مراحل الغموض انتهينا منها هنالك نص دستوري صريح وواضح يبين كل هذه وهذا النص اختار باش يكونوا صادقين معناتها نعطيه الصورة كاملة المشكل الوحيد واللي ثم حلول قانونية اللي ما عندناش محكمة دستورية اليوم هذا المشكل الوحيد لكن فيها حلول قانونية وفيها قرارات رجعكم للسؤال باش نعطيه الصورة باش نعطيه الصورة كاملة لكن النص دستوري واضح قبل ما ندخلوا في نقاشات في علاقه بالقانون لكن ما احنا وصلنا نهايه حسدنا حبيت نعاود نرجعكم للصور هذه باش تشوفوا توا شنو صاير منذ قليل تقريبا في شارع حبيب بورقيبه رفع السياره اللي تم استهدافها في شارع الحبيب بورقيبة طبعا من موقع العملية أو قاعدين نشوفوا في الصور هذية تنظيف تقريبا المكان بالكامل اليوم في الليل قد تربي ترجع البلاصة كما كانت الدنيا نظيفة غدا صباح تنجم تمشيوا الأيام قرطاج السياحية تمشيوا فما برشا حاجات حلوة من صنع يدين التوانسة صناعات تقليدية فما الخيام موجودة
البلاصه هذيك تنضاف ترجع كما كانت ولكن حتى شيء ما صار. طبعا بعض الامنيين قاموا بالعمل نتاعهم اكيد فما التحقيقات اكيد رفع كل ما هو ممكن. احنا تقريبا توا 8 نتاع الليل العمليه صارت الصباح. الامنيين اكيد قاموا والمحققين وغيرهم اللي مهتمين بالمساله هذه قاموا بعملهم. توا رفع السياره تنظيف شارع الحبيب بورقيبه بالكامل. وحدات امنيه مكثفه كما قاعدين تابعوا في الصور هذه تامين الشارع بالكامل كما صار تامين غيرها من المقرات الرسميه والسياده وغيرها حتى لين تكون طبعا الامور منظمه وان شاء الله الله يعاودها على تونس يرحم الشهيد الشفاء العاجل لكل الجرحى. نختموا حصتنا بالنسبه اليوم اكيد عندكم كل حاجه يحب يقول حاجه كلمه في الاخر. نهار طويل علينا اليوم من يوم الصباح لكن غدوه خير وغدوه نهار جديد هكا ولا لا الله. اول حاجه نحب نحييكم الحقيقه الهام والفريق الكل وخاصه جنود الصحفيين لانه بالحق يعني ديما المناسبات هذه اكثر يعني اسلاك من بين اكثر الاسلاك اللي يخدموا اكثر هما الصحفيين هما الامن. صحيح بلادنا تمر بمرحله دقيقه جدا تتطلب منا الناس الكل باش ان نحطوا اليد في اليد نحاولوا مع بعضنا بالله. مساج للسياسيين حطوا يديكم في بعضكم اعطيونا اقوى مساج شدوا يدين بعضكم تعاونوا في حطوا يديكم في بعضكم وخلينا الكل نحسوا راهو وضع دقيق. شكرا مرحلة انتخابية ولكن بإذن الله ديما غدوة خير وإن شاء الله تونس كل يوم. شكرا ليلى بن عتي طلة رئيس لجنة تنظيم أيام قرطاج السياحية باسل ترجمان إعلامي محلل سياسي معز عطية رئيس جمعية كلنا تونس شيماء عيسى صحفية مشكورة قعدت معي اليوم شديدك بحذايا في البلاتو. شكرا لكامل الفريق العام باستوديو 14 جانفي نقول لكم صباح الخير في الأمان.